بسم الله سبحانه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا رب العالمين. ده اوردر الطلب اوضتين بمقاسات معينه جدا تم تنفيذهم بفضل الله. هنا هيبقى فيه مرايه والشغل كله اي نايم ابلكاش سه، حاجه محترمه جدا. الشغل 3 مللي ابلكاش سه 3 مللي اخشاب سويد. ده هنا رفين وشماعه، حاجه ما شاء الله ممتازه. كل طرف معاه الكومود بتاعها كومودينو، احنا متعودين دايما الكومودينو زان، حاجه ما شاء الله محترمه، محلي حاليه نظيفه كده وعلى سحابات كده بالمنظر ده. برضو معانا الدولاب الثاني اهو اخشاب طبيعيه بسم الله ما شاء الله، ومعانا كومود برضو محترم جدا. التسكيك طبعا زي ما انتم متعودين في الفيديوهات، التسكيك زان فوق وتحت زان. ده خشب خام، عتب خشب خام سويد، التنزيلات السويد. معانا السلاير المطلوبه من تنزيلات صحراء بالمنظر الجمالي الحلو ده. باكم بتاع الصوت الباكم الحلو، باكم كبير، حاجه محترمه جدا. نطلع عادي على السرير، نطلع اطلع. يعني حاجه ما شاء الله محترمه جدا، واحنا طالعين حاجه ما شاء الله ممتازه جدا. للسريرين اهو شغل ممتاز. السرير الثانيه اهي برضه بواكم، اقسم بالله باكم باكم ايطالي، بواكم محترمه جدا، حاجه ما شاء الله ممتازه. ربنا يبارك له صاحبها، لازم صاحبها، ربنا يبارك له يا رب، ربنا يبارك لك يا ابو جن. والمكتب معمول اهو معاك على عجل اهو متحرك بالمنظر الحلو ده. برضو الادراج كلها زي ما انت شايف زان، وحاجه ما شاء الله محترمه جدا. ربنا يبارك لك يا حبيبي ويرزقك برزقهم، اللهم امين. شكرا. ودي هنا العلبه اللي فوق، حاجه محترمه.